ثاني فؤاد عبد الله الجنيبي وسالم ابن معدي، اعطوني اسم ثالث العايدين. طيب سالفته العود وسالفتها العود؟ ايوه ما في اي سالفه بس ابي اطيبكم لاني حسيت طلعت وضحكت وقلبته. ها؟ ما سمعتك. اقول لك من طلعت العود شفته ودورته تفاصيل تفاصيل بسيطة كل شيء نفسه تفاصيل بسيطة يا عبد الله، في تفاصيل بسيطة تسمحوا لي اطيبكم؟ ترى دائما يقولون على العرق افضل لانه يثبت اكثر. الله يجزاك خير. طيب طيبك. حظك. علي بمناحي لا انت؟ يمناك؟ طيب حظك. طيب طيب الربع لا انت؟ على خشم. سم. الطيب هذا موجود معي ترى من ايام سكربت اثنين، كان بياخذ خالد الروق الله يذكره بالخير لكني رجعته واقتنصته منه. طيب اعطوني اسم ثالث العائدين، وعلى بال ما تعطوني الاسم خلوني اسولف مع سالم ابن معدي. سالم انت من الرجال اللي يقولون حظه طيب ما شاء الله تبارك الله. نعم. وش كتبت في الحظ؟ ما هي والله على كل حزه يا ابوي، ولكن انا قلت في الحظ على اني من اللي عشاق الصبر والالحاح، لكن الليالي ما تبي صبر وافتواه، على اني من اللي عشاق الصبر والالحاح، لكن الليالي ما تبي صبر وافتواه، يا كم حاجة صديت عنها عشان ارتاح، ما هو بأي حاجة لازم تصير بالقوة، عقلت وقنعت بحظي إن قام ولا طاح، أنا مؤمن بحكم القدر خيره وسواه، عقلت وقنعت بحظي إن قام ولا طاح، أنا مؤمن بحكم القدر خيره وسواه. سلام. القدر اللي كتب لك إنك ترجع للقرية في سالم بن معدي، كذلك رجوعه للتذكير.